السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تقارير حديثة من الصحف المحلية والعربية وكذلك الدولية، ونقدم لكم تحليلا معمقا للقضايا التي تهم مجتمعنا وكذلك العالم. البداية من صحيفة صوت العراق، ففي تحليل عميق يعرض الدكتور ماجد الزاملي صورة قاتمة للوضع الديمقراطي في العراق، مؤكدا على أن الديمقراطية بعيدة المنال في ظل الظروف الحالية. يشير إلى أن العراق يفتقر إلى أسس ديمقراطية حقيقية بسبب غياب الثقافة السياسية الناضجة والقيادات الصادقة. ينتقد بشدة النظام الريعي الذي يعمق الفساد ويعيق التقدم، ويصف الانتخابات بأنها مسرحية لا تعكس إرادة الشعب الحقيقية. كذلك يلفت إلى أن استمرارية الوضع الحالي تسهم في إبقاء العراق غارقا في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار، دون أمل واضح في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود. إن مسعى التحول الديمقراطي في العراق ليس في المستقبل القريب المنظور، لأن الديمقراطية تتطلب وقتا وممارسة وتوعية ونضجا على كافة الأصعدة. ضعف ثقافة المجتمع المدني في العراق، حيث تفتقر معظم المنظمات المدنية إلى الخبرة وحسن الإدارة وحتى النزاهة، ناهيك عن غياب الأطر القانونية السليمة التي تنظم نشاطها، وبالتالي فقدان دورها في مسيرة التحول الديمقراطي. فعدم وجود قيادات حقيقية تؤمن بالنظام الديمقراطي وبالممارسات والسلوكيات الديمقراطية جعلت المواطن العراقي يتساءل عن جدوى الانتخابات والنظام الديمقراطي، إذ يمكن القول بوجود حالة من الجزع والتفكير بعدم جدوى الديمقراطية باتت تظهر بصورة واضحة في الرأي العام العراقي. فالعراقيون اتجهوا نحو صناديق الاقتراع مرات عدة منذ عام 2003، إلا أن مشكلة الانتخابات أنها لا تزال غير قادرة على إنتاج نظام ديمقراطي حقيقي، وهنالك شعور عام يفيد بأنها، أي الانتخابات، لن تنتج تغييرا يمس حياة المواطن العراقي. إن تحويل اقتصاد البلد إلى نظام ريعي يجعل يد القوة تتطاول على إبقاء العراق في الفوضى دون الاستقرار ولا ديمقراطية حقيقية، من أجل استنزاف النفط من جهة، وكذلك عدم بروز طبقة برجوازية تدفع إلى سياسة جديدة بحكم وضعها الاجتماعي. إلى مقال نشرته صحيفة المدى للكاتب علي حسين يفتح النار على البرلمان العراقي، واصفا إياه بأنه مؤسسة فاشلة تعمل فقط لصالح النخب السياسية والمقربين من السلطة. وينتقد البرلمانيين لتغافلهم عن مصالح الشعب، متهما إياهم بالانغماس في النوم العميق والاستمتاع بالامتيازات على حساب العدالة والإصلاح. كذلك يصور البرلمان كهيكل خاون من الأخلاق والكفاءة، حيث تسود المحسوبية والفساد بلا حدود. يشير أيضا إلى أن العمليات البرلمانية تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، وأن البرلمان لا يفعل شيئا سوى إعادة تدوير الوعود الفارغة التي لا تلبي الحاجات الملحة للشعب العراقي. البعض الآخر يغط في نوم عميق لمدة 4 سنوات يتمتع فيها بالامتيازات والمقاولات، ويستجم وسط بحر من فوضى التصريحات، شعارات هنا وخطب هناك، فالهدف النهائي الاستفراد بالسلطة وتقريب الأحباب والأصحاب وتحويل الدولة إلى أحزاب يسهر على خدمتها جميع العراقيين. فما الذي جناه الناس من برلمان يعيد إلى مسامعهم الخطب نفسها كل 4 أعوام، وتمتلئ شاشات الفضائيات بمعارك تاريخية غير مسبوقة، فيما تتحول جلساته إلى مناكفات شخصية ومشاحنات بين الجميع. غابت المعارضة الحقيقية كما غابت في كل الدورات السابقة، لأن الجميع يريد أن يضع قدما في السلطة والأخرى في إحدى دول الجوار، الكل في معسكر واحد وهو معسكر البقاء على المقاعد. وإن اختلفت وسائل البقاء لدينا إعلام يوجه أطنانا من تخم الفساد كل لحظة للعديد من المسؤولين كبارا وصغارا، لكن معظمهم يطبقون نظرية أتركوهم يكتبون ويصرخون حتى لو كان الفساد مقرونا بوثائق، وبعض الفاسدين يتبجحون علنا بفسادهم،
وفي أوضاع كهذه من حق العراقيين أن لا يبالوا باجتماع برلمانهم الموقر وأن لا يقعوا في غرامه، والسبب لأن بضاعته قديمة ولا تناسب مطالب الناس بالعدالة الاجتماعية وبالإصلاح السياسي. جهاد بشير في مقاله طوفان طائفي في العراق بصحيفة البصائر العراقية يرسم صورة قاتمة للأوضاع في العراق، موضحا كيف أن الفوضى والطائفية تستخدمان كأدوات بيد القوى السياسية والإقليمية لضمان استمرار نفوذها. كذلك يعرض بشير الطائفية كعامل رئيسي يغذي عدم الاستقرار، مشيرا إلى أنها تمتد عبر جوانب متعددة من الحياة العراقية، بما في ذلك الأمن، الاقتصاد، الثقافة والتعليم. ينتقد الكاتب بشكل خاص استخدام الخطاب الطائفي من قبل شخصيات رسمية ومرجعيات دينية، ما يعقد الخلافات السياسية ويؤجج التوترات بين الجماعات المختلفة. كذلك بشير يظهر أيضا كيف أن المحاصصة الطائفية تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي العراقي، ويدين بقوة الممارسات التي تعزز الطائفية، مشبها إياها بأساليب الكيان الصهيوني في فلسطين من حيث استغلال الانقسامات وتغذية النزاعات. ففي غضون أسبوعين اضطرم المشهد العراقي بتصعيد الخطاب الطائفي عبر أصوات نشاز ذات طابع رسمي، إما بحكم مواقعها في العملية السياسية سواء في الوزارات أو في مجلس النواب، أو بصفتها ذات صبغة مرجعية تتحرك في ظل أوامرها أحزاب وميليشيات. ومن غير المستغرب أو المستجد في هذا الشأن أن ذلك يأتي في سياق الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية على قضايا لم تكن يوما محسومة في دوائر النظام السياسي بسبب قيامها على المحاصصة التي تتغير نسبتها بين طرف وآخر تبعا لتطورات المرحلة وما تستلزمه من تقاسم جديد للمكاسب، ومن ذلك قضية تعيين رئيس جديد لمجلس النواب. الأصوات التي تدعو إلى تشريع عطلة رسمية فيما يسمى عيد الغدير وما يتواءم معها من إساءات لرموز الأمة الإسلامية من صحابة وخلفاء راشدين رضي الله عنهم، كلها ذات مساقات تتناقض مع العقيدة الإسلامية، فضلا عن كونها أحادية القطب ينجم عن المصادقة عليها إقصاء وإبعاد وتجريم واستحلال دماء من يمثل الأغلبية في العراق ببعد طائفي لا يختلف البتة عن مبررات ودوافع الكيان الصهيوني حينما يستحل دماء أهلنا في فلسطين ويعمل على إبعادهم ويسعى نحو تجريمهم. في مقال تركيا والخليج تحديات مشروع طريق التنمية الذي نشره علي باكير على موقع عربي 21، يسلط الضوء على المشروع الطموح الذي يهدف إلى ربط تركيا بالخليج العربي وأوروبا عبر العراق. المشروع يمثل جزءا من مبادرة أكبر لتحسين البنية التحتية للنقل والمواصلات، ويعرف بأنه القناة الجافة نظرا لتوفيره شبكة من الطرق وخطوط السكة الحديد التي تتخطى الحاجة للنقل البحري. ومع ذلك يواجه المشروع تحديات جمة، بما في ذلك عدم الاستقرار الأمني في العراق وتهديدات من الميليشيات المسلحة التي قد تعرقل التقدم في أي وقت. المقال كذلك يشير إلى أن إيران تستخدم جميع الوسائل الممكنة لتعطيل هذا المشروع لأنه يهدد نفوذها ويتعارض مع مصالحها الاستراتيجية، كما أن المشروع يتعارض أيضا مع مشروع آخر تدعمه الهند وإسرائيل وأمريكا، والذي يسعى لدمج إسرائيل في المنطقة اقتصاديا وسياسيا. يشكل النفوذ الإيراني في العراق عقبة رئيسة لهذا المشروع، إذ لطالما عملت إيران على تعطيل وصول البضائع والاستثمارات وشركات الإنشاءات التركية إلى جنوب العراق بكافة الطرق للحفاظ على حصتها في هذه السوق من جهة، وللحد من وصول البضائع التركية إلى الخليج بسلاسة من جهة أخرى. ولا شك أن إيران ترى في هذا المشروع عقبة أمامها لترسيخ نفوذها الاقتصادي في العراق على المدى البعيد، وهي تدرك أن للمشروع أفضلية من الخليج من وجهة ومع أوروبا من جهة أخرى، ما يخلق محفزا رئيسا لديها لتعطيله بكل الوسائل الممكنة، خاصة أنه قد يتعارض مع مشروعها لخط الجنوب شمال من الهند إلى روسيا ومنها إلى أوروبا. للمشروع أيضا أكثر من خصم، فهو يتعارض مع مشروع الهند
الخليج، إسرائيل، أوروبا المدعوم أمريكيا، والذي يهدف إلى دمج إسرائيل في المنطقة سياسيا واقتصاديا وتجاريا. في مقاله معركة رفح لن تحسم الحرب أو لن تحسم الحرب لصالح الكيان الصهيوني المنشور في موقع العربي الجديد، يناقش حسن نافع القرار الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو الاجتياح لمدينة رفح. يحلل نافع الخطوات الإسرائيلية من منظور استراتيجي وإنساني، مشيرا إلى أنه رغم الاستشارات الدولية والإقليمية التي حذرت من مخاطر هذه الخطوة، فإن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت هذه النصائح وقررت المضي قدما في عملياتها. كذلك يعتقد أو من الناحية الاستراتيجية يعتقد نافع أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حركة حماس عسكريا، وأن أي محاولة لاجتياح رفح ستؤدي إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ما سيعيق مأزق المشروع الصهيوني ويهدد بانفجاره من الداخل. كذلك يحذر من أن استمرار هذه السياسة سيدفع إسرائيل إلى مفترق طرق حرج قد يؤدي إلى خسارة طويلة المدى. يتوقع أن يصل مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل اليوم الأحد 19 من مايو أيار في محاولة أخيرة لإقناع حكومة إسرائيلية تبدو في حاجة ماسة إلى من ينقذها من نفسها بقبول هدنة طويلة الأمد تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقا للصيغة الأخيرة التي اقترحها الوسطاء وقبلتها حماس أو صيغة قريبة منها. فإدارة بايدن في حاجة ماسة إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل انتخابات الرئاسة، أما حكومة نتنياهو فتبحث عن نصر مطلق لن تستطيع أبدا أن تحصل عليه عبر الاجتياح العسكري لمنطقة رفح، وإصرارها على تحقيقه سيدفع المنطقة برمتها إلى مفترق طرق يتعين على إسرائيل عنده أن تختار ما بين حرب استنزاف مع الفلسطينيين قد تستمر سنوات طويلة ستخرج إسرائيل خاسرة في كلتا الحالتين. فهل ينجح سوليفان هذه المرة في إنقاذ إسرائيل من نفسها؟ العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين، عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آدارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يحطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. والآن مشاهدينا نشاهد بعض من صور الكاريكاتير.
عند ذكر مدينة القدس يتبادر إلى الذهن المسجد الأقصى ومعالمه الفريدة والبلدة القديمة بعبقها التاريخي وتراثها المعماري الجميل. لكن مع حلول نكبة 1948 كان الفلسطينيون قد شقوا طريقهم نحو مدينة عصرية في محيط القدس العتيقة تنتشر فيها المباني الفارهة والفاخرة من أسواق وقصور وفلل لمقدسيين شيدها ميسورو الحال من سكانها، خلافاً لما عليه الحال في كثير من القرى المدنية المهجرة التي كان يغلب عليها الطابع الريفي الزراعي. الجزيرة مت تأخذكم في جولة المصورة لتشاهدوا جمال القدس من قبل أو قبل النكبة من خلال بعض المنازل والمباني التي هي أشبه بلوحات فنية وما زالت على حالها وأن سكانه الغرباء وقد سعى الاحتلال لتهويدها. والآن مشاهدينا نتابع فقرة فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من أحد مواقع الصحف. A free Palestine is one where Palestinians have complete liberty. Yeah, we've been a group being active on campus since October of last year. At the end of the last term, in March, we occupied the Parkinson building for 2 weeks, 15 days, and through that we got a meeting with our senior management team, but because they have had a particular lack of action on that meeting since then, we have escalated to the encampment that we have now. We have escalated several times during the encampment and we are currently in negotiation with management about starting meetings to address the issue of our university's complicity. So at the moment we are in the beginning stages of getting more meaningful negotiations going. We've seen now the Jum'ah prayer here and we've seen how non-Muslim students come and help with this. Can you tell us about the atmosphere inside the encampment? We have really quite a nice atmosphere in the encampment. We've got a very sort of diverse group of people. We are a coalition of a lot of different societies, so a lot of different people come and get involved, and it's been really nice to create that sort of space where we are able to share our views and share our experiences and share culture as well, and then use that sense of community to make sure that our university knows that we are a majority of students protesting against their complicity. I think it's important for all chaplains to know that we are here. It's important for chaplains to express that we're here for all students, to give support for all students. It's a difficult time for students who are engaged in a protest. It's a difficult time for students who are going past the protest, wondering what it's all about. It's one of the few occasions while I've been a chaplain where there's been a lot of discourse about international events affecting the well-being of students. And, you know, as a chaplain, I see my role as helping people negotiate those feelings, really, and identify where the conflict is and where the conflict isn't. For example, I don't see this as a conflict between Jewish students and Muslim students. I think it can be, but it doesn't have to be. And I know there are a lot of Jewish students who are equally upset by what's happening in Gaza, and there's a lot of Palestinian students who have Jewish friends and want to rebuild their relationship with their Jewish friends. And I know that later on this evening there will be a short Sabbath meal, and I'm quite looking forward to popping in there and seeing quite a few Jewish members of the community who are also here in solidarity. We have four demands for our universities. The first one is to cut ties with arms companies like the BAE, who continues to supply the IDF with fighter jet parts. The second demand is for the university to cut ties with Israeli universities that are guilty of illegal occupation and also apartheid in occupied Palestine. Our third demand is for the removal of a Jewish chaplain who went to serve in the IDF back in November and has been allowed back on campus, and he poses a big threat to Arab and Muslim students on this campus. So our last demand for the university is to stand with our movement and also to stand with Palestine in a similar way that they stood with Ukraine during Russia's invasion.
وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.